هي حاصلة أولية مشرفة الحمد لله للغاية. كان فيها مجهود كبير، مجهود ماشي غير الرئيسة بوحدها، مجهود ديال الرئيسة، مجهود ديال ليكيب النواب اللي مع الرئيسة، تفويضات أنا عطيها من كيف ما طلعت عمدة، دونك عطيت تفويضات النواب ديالي كيف ما جا في القانون 113-14 تنفعلهم فعليا، يعني ما تندخلش في التفويضات اللي تنعطي النواب، ولكن سنوبيش أني سنبقى متبعة عن بعد. لو شي واحد فيهم احتاج تدخل ديال العمده راه تتعطي يد العون فيه، لو شي واحد لقيتو خدا الاستقلاليه ديالو في التفويض راه هو غادي في التفويض مزيان. كاينه السلطه الوصيه اللي هو السيد الوالي حتى هو متبعنا عن قرب، كاين واحد التعامل تنتعاملوا اون باراليل صادير، ملي تنحتاجوا ملي تيكون عندنا شي اجتماعات ولا شي شونتي من لي شونتي الكبار داخل مدينه الرباط، حتى من طبيعه الحال تنشتغلوا مجموعين. كنا درنا واحد دياغنوستيك، هاد الدياغنوستيك هذا عطينا شنو هما الخصائص اللي كاين داخل مدينه الرباط. بطبيعة الحال حنا ما جيناش من السماء، حنا اصلا تولدنا وكبرنا داخل مدينه الرباط، دونك حتى قبل ما نطلعوا عبده تنعرفوا شنو ناقص مدينه الرباط. مثلا لي تواليت بوبليك للاسف ما كاينينش، تيجيو عندنا السواح، تيجيو عندنا الناس اللي ما ساكنينش داخل مدينه الرباط، ما كايناش شي حاجه سميتها تواليت بوبليك اللي ممكن انه يدخل يقضي فيها الحاجيات ديالو، دونك هذا درناه بارمي لي بوان ديال برنامج العمل. ثاني حاجة هو أن شفنا بأن الإدارات اللي تابعين الجماعة الترابية ديالنا واللي جامعين ومتابعين الجماعة ديالنا المقاطعات والجميع المراكز الإدارية، لمسنا بأن كاين شوية الفوضى خاصة تعاد الإصلاح ديالها، خاص واحد لا نيميريزاسيون لا ديجيتاليزاسيون ديال لي سيرفيس اللي ممكن أنهم يتعطاو المواطنين خدامين في هذا الشونتي، ودرنا داخل برنامج العمل. وكنا حنايا بالإضافة لأننا فجينا قلنا غنحاربوا ظاهرة الباع المتجولون، ولكن أنا ديما تنقول كيف ما طلعت عمدة قلت ما غنحاربوش، لأن هادو المواطنين ديالنا ما يمكنليش أنا نحاربهم، هادو ولاد الرباط ولاد المغرب مغاربة، دونك ما يمكنليش نحارب هاد الناس هادو، دونك فكرنا شنو هو البديل. تدير انا في عاود لي غنحارب هاد الناس ما غنحاربهمش، ولكن نفكروا البديل. هاد الناس ايفو لي زانتيغري، خاص يتم الادماج ديالهم داخل المجتمع ويكونوا حتى هما داخلين في واحد القطاعات اللي تكون مهيكله لشيء ما. دونك في برنامج العمل شراكه مع وزاره الفلاحه خلقنا ما يسمى باسواق القرب. هاد اسواق القرب غدار على مستوى 5 المقاطعات، سورتو 3 المقاطعات اللي هي معروفه بها هاد الباعه المتجولين، مقاطعه حسان، مقاطعه ديال اليوسفيه، والمقاطعه ديال يعقوب منصور. دونك هاد الناس هادو غتعطى الاولويه لولاد هاد المنطقه هادي، لان من المفروض هما اللي تيحطوا في البيبان ديال الدور ديالهم في الزناقي وداكشي. هاد العمليه حنا وقفناها ونطوندون، حنا تنوجدوا لهم الاسواق اللي غادي تتوزع لهم بطريقه اللي غتكون بكل الشفافيه. فجينا لقينا كاين الرباط تشوفوه هكا غزال، ماشي جوست العمل السياسي، ولكن هي مشاريع ملكيه اللي كانت في 2014 سيدنا الله ينصرو عطى واحد الدفعه جميله وكبيره بزاف اللي قاسم مجموعه ديال الميادين اللي هي الرباط عاصمه الانوار. حنا كسياسيين شنو الدور ديالنا؟ اولا الحفاظ على هذه المكتسبات ديال هذه المشاريع، ملي تنقولوا المكتسبات راه حتى الاصلاحات اللي دارت على مستوى مدينه الرباط كامله، سواء الانارة العموميه، لا سواء المساحات الخضراء، سواء هذا الشيء ديال لي ستاسيون ديال ريتيزاسيون ديال لي زو اوزي المياه المعالجه، سواء هذا الشيء بالنسبه للارصفه، هذا الشيء ديال عندنا الدور الشباب، دور الشباب ايضا، المسرح الكبير اللي هو يعد من احسن من اكبر المسارح على مستوى الافريقي ايضا، لا كورنيش ديال الرباط، لا مارينا راك شفتها كلها تعاودات، دونك هنا مجموعه ديال المشاريع اللي هي برامج ملكيه. حنا كسياسيون الدور ديالنا اننا نكملوا في الانجازات ديال هذه المشاريع، في التنفيذ ديالها، في التجسيد ديالها على ارض الواقع، وفي نفس الوقت اننا بهذا الشيء من طبيعه الحال ما تنسيق مع الولايه، ومن طبيعه الحال تنحافظوا على المكتسبات، لان اي مشروع ولا اي بروجي لو ما بقاش اونتروتوني وما بقاش ما بقيناش واقفين عليه، بحال دابا تنقولوا الانارة ضربات كلها تتعاود، حنا يوميا الا تخسرات شي حاجه في شي قنت حنا كمجلس خاصنا نمشيو ونوقفوا على هذه المساله. عندنا ايضا هذا الشيء ديال النظافه، النظافة درنا فيه واحد الورش كبير جدا واللي خدمنا فيه واشتغلنا فيه، فجينا لقينا لو كيد شارج تقريبا غيوصل لافان ديالو، وخاصنا نعاودو نجددو لي كونطرا مع دوطخ سوسيتي، ودرنا اون لونسي لو مارشي ومشينا فيه مزيان، حاولنا نجودو
دفتر التحملات، لان لقيت انا مثلا باغمي لي كونديسيون اللي لقيت كاينه عندي في دفتر التحملات فاش جيت، هو ان لي باك تيتغسلوا مره في الشهر. سي با بوسيبل، جاتني زعما ما يمكنش انني نقبل ان حنا لي بوبيل ديال الجور ديالنا تيتغسلوا يوميا. فبالاحرى الباك اللي هي لا بوبيل بوبليك واللي تيحطوا فيها جميع الساكنه انها تغسل مره في الشهر. دونك قبل ما تسنيناش حتى جا شركه تتسالات هاد الشركات، دونك درنا ان بنو اللي هو زدناه بالاضافه لذاك لو كونطرا اللي دار مع هاد الناس هادو، وراجعنا حاولنا نرجعوا دفتر التحملات ونديروا واحد جيدنا شويه. طبيعة الحال تيقول لك زيد الماء زيد دقيق، اي حاجه زدتيها الا وتتخلص عليها سي با غاف، والمصلحه ديال المدينه باش تنقى داكشي. دونك دار واحد مجهود كبير، وان مشينا تنديروا التحليل شنو من النقاط السوداء داخل مدينه الرباط، لقينا ماشي الساكنه اللي تتوسخ للاسف، زعما احترام للمساله هذه، وان اللي تيوسخ لنا اللي تيوسخ وتيلوح الزبل نيمبورت كومون وتيوليو داك لي بوين نوار هكا في داك الحاله، هما اصحاب التجاره داخل مدينه الرباط. انا تنطلب حتى من الناس المواطنين يعاونوا ان الشركه بوحدها ما كافياش، حنا المجلس بوحده ما كافيش، هادشي ديال النظافه مساله النظافه هي مساله الجميع، مصلحة المدينة كاملة خاص تضافر الجهود ديال الجميع، جميع الشركاء ديالنا، لا من المواطنين ولا من الشركات ولا من المجالس، يكونوا كاملين تيشتغلوا في توجه واحد، هو أننا نحافظوا على نظافة المدينة ديالنا. أنا من غير أنني رئيسة المجلس الجمعي ديال الرباط، في نفس الوقت أنا هي النائبة الأولى ديال مؤسسة العاصمة، مؤسسة تعاون العاصمة، واللي هي اللي مكلفة بالنقل الحضاري. مكلفه بالنقل الحضري على مستوى الرباط، على مستوى سلات مارا صخيرات الى غايه بوزنيقه. دونك هاد المؤسسه هذه من طبيعه الحال عندنا واحد استراتيجيه ديال النقل من اجل تجويد النقل الحضري. كاين مشاكل، باش نقول لكش راه كلشي مزيان كلشي بارفي با دوتو، حنا ما يجينا حنا تلقاو في المشاكل. دونك تنحاولوا اننا هاد المشاكل هذا نتجاوزوها. مي التوجه ديالنا دوبي غلاسكو، صديق كنا مشينا فاش طلعت عمده، كنت مشيت حضرت الكوب 26 في غلاسكو، ومن طبيعة الحال حنايا توجور اون سانسبيغ من السياسات الرشيدة ديال جلالة الملك. كانت الرسالة أنا داك اللي تقرات باسم جلالة الملك في داك المؤتمر، هي أننا حنا كمغرب اون سغا اونكاجي، يعني تنخرطوا في الحفاظ على التنمية المستدامة. دونك في داك التوجه اللي حنا مشينا فيه، جينا بالفكرة أننا غنديروا لي بوس إلكتريك، وكانت لونسينا واحد التجربة داخل مدينة الرباط، واللي كنا درنا واحد دولين تيربطوا ما بين دو بيوس ماشي باردون ماشي دولين، تيربطوا ما بين اكدال وما بين تماره، ولقات واحد ردود الفعل ايجابيه جدا من طرف الساكنه، واللي غالبا من هنا لاخر السنه غادي اون با ريسبسيوني واحد مجموعه ديال الحافلات اللي غتكون حافلات كهربائيه، وغتكون هذه هي انطلاقه من اجل تجويد النقل الحضاري داخل مدينه الرباط، وفي نفس الوقت وغادي نضربوا عصفورين بحجر، في نفس الوقت المحافظه على التنميه المستدامه وعلى البيئه. خصوصا ان الرباط هي العاصمه الخضراء، وهذا مفخره اليوم تقريبا لوغاسيو ديال 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 ليسباس فيغ، المساحه الخضراء بالنسبه للفرد الواحد، الا كانت المنظمه العالميه للصحه حددتها في 10%، حنا داخل مدينه الرباط راه ثلاثه المرات اكثر من هذا الرقم هذا. نفتخر بالرؤيه الاستباقيه ديال صاحب الجلاله. انا في 2014 تسناو هاد في داخل مدينه الانوار ان خاص يتخلقوا لي ستاسيون دو ريتيليزاسيون دي زو اوزي، تادير المياه المعالجه اللي هي بها تنسقيو حاليا مجموعه ديال لي سباس فيغ اللي تتشوف داخل مدينه الرباط، تنسقيوهم بالمياه المعالجه. وهاد السنه هادي دارت على مستوى الولايه مجموعه ديال الاجتماعات اللي كانت جد مهمه، واللي تحضروا فيها جميع الشركاء، الجماعه، الولايه، لونيب، الناس اللي هما مسؤولين عن قرب فيما يخص هادشي ديال الماء، وداروا هاد التوجه اللي كان انه هو خاص عقلنه في 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 استعمال المياه. اولا كان شيء مرفوض تماما استعمال المياه الصالح للشرب في السقي. دونك درنا كانوا داروا تلونسا واحد الحملات اللي كانوا واقف عليهم السيد الوالي بنفسه، واقفين عليهم حنا كجماعه، واقفين عليهم لونيب، واقفين عليهم عن جد، وكاين لو كونترول تو لي جور، استاذ كل شيء نايض من اجل الحفاظ على هذا المورد المالي، لان اليوم حنا هذا الشونجمون كليماتيك اللي تتعرفوا ماشي غير الرباط ولا المغرب، ما تيعرفوه دول العالم. دونك حنا بالنسبه لنا كان التوجه ديالنا درنا على لي ستاسيون دو لافاج ديال لي فواتور، وشفنا شكون اللي عنده البيار، شكون اللي ما عندوش البيار، شكون تيستعمل المياه ديال البيار، شكون اللي تيستعمل المياه ديال الشرب، تنسدوا له في البلاصه،
تنسدوا له في البلاصه الى حين يجيب لي سيتارن ديال الماء اللي هو معالج. بطبيعه الحال وفرنا لهم من يعمروا المياه هاد الناس هادو باش ما نوقفوا لهمش لو كوميرس ديالهم. اون بروميير ليو سدينا لهم كاملين باش يعرفوا بان تنجروا ناقص الخطر. حنا الماء عندنا يربي قدنا للشرب ما يمكنش نبعثروه ادغواتي اغوش. وحاولنا نديروا على حمليه تحسيسيه لان راك تحضي تتحضي، لما هو شي اونجاجا معاك هو بنفسه راه السيد سبقى المساله صعيبه بزاف. ايوا الاكراهات كثيره. اول اكره بعدا جو سي با واش غير انا ولا عند كل شيء، وانني اول مره ندير لا جيستيون لوكال التدبير المحلي خاص تبدل العقليه باسكو الناس ولفوا واحد القاعده ديال هو اليوم غنمشي نشوف غدا يكون خير بعدو اجي. دونك هاد الفلسفه ديال الشغل ما كايناش بزاف عند كل شيء، صديق المسائل اللي هي عندنا حنا بوحدنا راه حنا تنوقفوا عليها باش تنفذ في اسرع وقت في احسن الظروف، ولكن المسائل اللي هي عندها علاقه شركاء اخرين كاين لو ريسك انها تتعطل وتتاخر. واش تنطلب من الموظفين ديالي انا تجيني حرام ان المواطن تيديبلاصا حتى عندك تيطلب واحد الورقه تتقول له سير الغدا بعد اجي، هاد السيرته الغدا خاصها تسالى باسكو تي بو ترافايي لو دوكيمون داك الساعه. لو جينا خدمنا كاع داكشي اللي عندنا خدمناه راه المواطن ما غيخصو تاخر، خاص غير كل واحد اللي عنده شي خدمه يديرها. للاسف حنا خدامين على هاد المساله من اجل تحسيس الموظفين اللي عندنا، اعاده انتشار ديالهم، اعاده تاهيل ديالهم، اعاده التكوين ديالهم، وحتى بالنسبه للاداره ديالنا خدامين دابا من ضمن البرامج العمل اللي حنا خدامين فيها هي اننا باغي نديروا لانيميزاسيون لا ديجيتاليزاسيون. راه خدامين في مجموعه ديال الاقسام ديال جميع الاقسام خصوصا لي سيرفيس اللي عندهم علاقه بالمواطنين باش داك المواطن ما يتبلاصاش حتى للرباط حتى لعندك ولا حتى للمقاطعه ويقول له داك الموظف سير الغدا، يكون تيتعامل مع واحد الحاسوب وياخذ الورقه ديالو وهو في دارو. للاسف على مستوى ديال الجماعه من جهينا لي زارشيف راه ما لقيناش لي زارشيف كاملين، راه كاين مجموعه ديال الارشيفاج ديال البلديه ما كاينش. اليوم خدامين في واحد العمليه ديال اننا تدار الجرد غادي المرحله الثانيه اللي خدامين فيها اللي هي غنسكانيو جميع الملفات، ومن بعد السكان غادي نديروا لانيميزاسيون لو كلاسمون ديالهم باش يولي عندنا واحد الارشيف اللي هو مرقمان واللي هو بطريقه الكترونيه اللي ممكن اننا نحافظوا عليه وما نضيعوش.